السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في عالم سارة امين، ولو اول مرة تشوفوني وتتابعوني متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل أكلة سهلة، مش محتاجة مجهود، مش مكلفة إلى حد ما، سهلة للعرايس الجداد. نقطع بقى مكرونة وبانيه وندخل على الشيش طاووق. يلا بينا نشوف المقادير. عندي 2 كيلو من الوراك المخلية، 2 بصل و2 طماطم. عندي هنا الجوكر بتاع الحلقة، صوص الباربيكيو. عندي البهارات، بابريكا، توم باودر، كاري، ملح وفلفل، زعتر، معلقة سكر، و2 مكعب مرقة دجاج اللي هي ماجي. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنغسل الفراخ كويس جدا علشان ريحة الزفارة. بصوا بقى، عايزة اقول لكم ان الخلطة دي بجد نينجا نينجا، يعني جبارة جبارة جبارة، بتضيع اي ريحة زفارة في الفراخ. السمك بصوا ملهاش حل، يعني تحفة بجد. ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيها وهقول لكم ايه مكوناتها بالظبط، وان شاء الله تجربوها تعجبكم. ويلا بينا رجعنا تاني بعد مرور 5 دقايق. نغسلها بقى كويس قوي. ورجعت لكم تاني بعد ما قطعت الاتنين كيلو. بصوا الكمية ما شاء الله حلوة جدا، وهقول لكم اخر الحلقة الكمية دي تكفي لكام فرد، يعني عشان لو انت عندك عزومة تعرفي هيكفيكي ولا لا، تعرفي تزودي ولا تقللي. تمام، نبدأ بقى. احنا هنا بشرنا البصل والطماطم، ضربناهم في كبة، قطعناهم، مش هتفرق، براحتك يا ست الكل، ده انتي يعني تعبانه وشقيانه وبتطبخي، يعني كتر الف خيرك. نيجي بقى للبهار، هقوله تاني: توم بودر، بابريكا، زعتر، معلقه سكر، ملح وفلفل، وكاري. لكل يعني هو المفروض لكل نص كيلو من الوراك الشيش بنعمل طماطمايه وبصلايه صغيرين، فدول 2 كيلو، فانا عملت طماطمتين وبصلتين كبار. تمام معايا؟ هنحط بقى ايه الصوص ده، بيخلي الطعم تحفة وخطير وملوش حل، وقمر كده في نفسه حلو قوي. لكل برضو نص كيلو بنحط حوالي 2 معلقة، فدول 2 كيلو، فنحط بقى ايه شوية حلوين كده. تمام، وادي مكعبين للمرقة، هما المفروض ان هما يبقوا مبشورين، بس هما يعني طرية قوي فاللي هي مش هتنفع تتبشر يعني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. تاني يوم بعد ما تبلنا الفراخ ليله كامله في الثلاجه، هقول لكم هنعمل ايه. انا دلوقتي عايزه اسوي الفراخ يعني بالظبط كمان ساعه. هنعمل خطوه مهمه جدا، بصوا، عشان دي البوله دي صغيره، فاحنا هننقل الشيش هنا في طبق اكبر. تمام،
وهننزل عليها بالخضار ده. عندي طماطم، فلفل اصفر، بصل، فلفل اخضر، فلفل احمر، المتاح حطيه، بس يعني المهم الطماطم والبصل والفلفل ايا كان بقى، اخضر احمر مش فارق يعني. ورجعت لكم تاني بعد مرور ساعة على الخضار اللي اتحط هنا مع الشيش طاووق. يلا بينا بقى نبدأ. هنعمل ايه؟ هنجيب الستكس. بصوا دي المفروض تتنقع في مية ساعتين، بس انا عشان كنت مستخدماها قبل كده فمش مش هحتاج ان انا احطها في مية. هنا بعد ما خلاص خلصنا الكمية ما شاء الله، بصوا عملت قد ايه، عملت 7 سياخ ما شاء الله مليانين. لو انت عايزة تزودي الكمية ممكن تقللي كمية الفراخ اللي في السيخ، يعني انا عاملاها ان هي كده. بصوا هي الاكلة دي تكفي 4 افراد. لو انت عايزة تزودي ممكن يا اما تزودي الفراخ لو انت عايزة تعملي السيخ مليان كده، يا اما تقللي كمية الفراخ اللي انتي حطاها في الستكس. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب صينية، صينية بايركس او اي صينية موجودة عندك. هننزل بباقي التتبيلة. هندخلها الفرن، واول ما تبدأ تغلي على نار عالية، واول ما تبدأ تغلي هنوطي النار، واول ما تحسي هتفضلي بقى ايه تقلبيها كده طول ما هي في الفرن، تفضلي كل شوية تقلبيها علشان تستوي من كل الجوانب. ورجعت لكم تاني بعد ما طلعت الشيش طاووق من الفرن. بصوا سخن قوي. هنيجي بقى على الخطوة التانية، هنشوف هنعمل ايه. بصوا هنجيب حته من الفويل حطها كده، ونكون في فحم مسخنينه نحطه اهو. تمام. وعليهم حبه زيت. يا رب بس ايه تكونوا شامين الريحة يعني. ونغطي، نغطي كويس قوي. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب اكون قدرت افيدكم. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بس القمر أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.